بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض مجموعه جديده من كلمات منهج سنه تانيه ابتدائي استعدادا للعام الدراسي القادم باذن الله. اول حاجه هقول المجموعه الجديده الخاصه بفيديو النهارده، وبعد كده هعمل مراجعه على الكلمات اللي اخدناها كلها في يونت 2. خلصنا يونت 1 وبدانا في يونت 2. اول حاجه هقول مجموعه الكلمات الجديده، وبعد كده هعمل مراجعه على الكلمات اللي اخدناها كلها في يونت 2. ونبدا على طول يا حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعه الكلمات الخاصه بفيديو النهارده بعنوان مراحل النمو. مراحل النمو بنقول عليهم بالانجليش life stages. life stages مراحل النمو life stages. هنقسم الكلمات life ال i f e كده، قسمنا الكلمه لجزئين بنفضل نكرر فيها life ال i f e life ال i f e، وصدقوني تلقائيا بتحفظوا الكلمه. stages s t a g e s s t a g e s life stages. هنشوف اول مرحله من مراحل نمو الطائر. اول حاجه بيضه egg. الطائر في الاول بيبقى عباره عن بيضه، بيضه egg. هنقسم الكلمه جزء واحد علشان الكلمه صغيره. اي جي جي جزء واحد، اي جي جي بيضه egg، 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 اي جي جي. صغير الطائر بيبي بيرد. صغير الطائر يعني اول ما الطائر بيطلع من البيضه بقى يا حبايبي طائر صغير، طائر صغير لسه صغير. صغير الطائر بيبي بيرد بنقول عليه بعد ما بيطلع من البيضه بنقول عليه بيبي بيرد. بيبي بيرد يعني طائر صغير، بيرد بمعنى طائر وبيبي بمعنى صغير. طبعا لو للاطفال بنقول طفل رضيع، للطيور بنقول صغير. بيبي بيرد بيبي بيرد بيبي بيرد. هنقسم الكلمه بيبي جزئين بي اي بي واي، بيرد بي اي ار دي. بنقسم الكلمه على حسب عدد الحروف الموجوده في الكلمه. بيبي بي اي بي واي، بيبي بي اي بي واي، بيرد بي اي ار دي، بيرد بي اي ار دي. طائر كبير بنقول عليه ادلت بيرد، ادلت بيرد. طائر كبير ادلت بيرد، ادلت بيرد. ادلت بمعنى كبير، بيرد بمعنى طائر. طائر كبير ادلت بيرد، ادلت بيرد. نقسم الكلمه ادلت اي دي يو ال تي، بيرد بي اي ار دي. ادلت اي دي يو ال تي، بيرد بي اي ار دي. بعد كده طفل رضيع بيبي، طفل رضيع بيبي. الطفل الصغنن بنقول عليه بيبي، طفل رضيع بيبي. نقسم الكلمه لجزئين بي اي بي واي، بي اي بي واي. طفل رضيع بيبي، طفل رضيع بيبي، بي اي بي واي. بعد كده طفل تشيلد، طفل تشيلد، طفل تشيلد. نقسم الكلمه لجزئين سي اتش اي ال دي، سي اتش اي كده جزء، ال دي الجزء الثاني. والسي اتش في الصوتيات بنطقهم اتشي، اتشي بنقول تشيلد. طفل تشيلد، طفل تشيلد، سي اتش اي ال دي. بعد كده شخص كبير، شخص بالغ يعني، بنقول عليه ادلت، ادلت اي دي يو ال تي، اي دي يو ال تي. نقولهم تاني يا حبايبي مراحل النمو لايف ستيجز، لايف ستيجز، لايف ستيجز، لايف ستيجز. نقولهم تاني ريبيت افتر مي. بيضه ايج، بيضه ايج، اي جي جي بيضه egg، اي جي جي بيضه egg، اي جي جي. صغير الطائر بيبي بيرد، بيبي بيرد. صغير الطائر بيبي بيرد، بيبي بي اي بي واي، بيرد بي اي ار دي. طائر كبير ادلت بيرد، ادلت بيرد، ادلت بيرد. ادلت اي دي يو ال تي، بيرد بي اي ار دي. طفل رضيع بيبي، بيبي، بي اي بي واي،
طفل تشيلد، طفل تشيلد، طفل تشيلد، CHILD، شخص كبير أضلت، شخص كبير أضلت، ADULT. نعمل مراجعة لكل الكلمات اللي أخدناها في يونت 2. أجزاء الجسم parts of the body، رأسي head. طبعا كل الكلمات دي يا حبايبي أخدناها قبل كده في فيديوهات وفضلنا نكرر فيها نطق وسبيلنج. كل فيديوهات سنة تانية موجودة في قائمة التشغيل لوحدها، اللي فاتوا أي فيديو يدخل على قائمة التشغيل سنة تانية وكل الفيديوهات موجودة. رأسي head، رأسي head، وجه فيس، وجه فيس، ذراع arm، ذراع arm، أرجل legs، أرجل legs، قدم فوت، قدم فوت، أقدام فيت، أقدام فيت، سنة توس، سنة توس، أسنان تيس، أسنان تيس، فم ماوس، فم ماوس، أذن إير، أذن إير، عين آي، عين آي، فرو فير، فرو فير، منقار بيك، منقار بيك، أنف نوز، أنف نوز، مهن جوبس، مهن جوبس، ملك كينج، ملك كينج، طبيبة دكتور، طبيبة دكتور، ضابط شرطة بوليس أوفيسر، بوليس أوفيسر، مهندس إنجينير، إنجينير. مجموعة الكلمات التانية بعنوان حيوانات وطيور وحشرات، animals birds and insects، طائر بيرد، طائر بيرد، فيل إليفانت، فيل إليفانت، قطة كات، قطة كات، قرد مونكي، قرد مونكي، جمل كامول، كامول، نملة أنت، نملة أنت، ثعبان سنيك، ثعبان سنيك، نحلة بي، نحلة بي، سمكة فيش، سمكة فيش. أفعال فيربس، أفعال فيربس، مجموعة الكلمات اللي بعد كده بعنوان فيربس يعني أفعال. يرى سي، يرى سي، يسمع هير، يسمع هير، يجري رن، يجري رن، يركل أو يشوط كيك، يركل أو يشوط كيك، يرمي ثرو، يرمي ثرو، يتحدث سبيك، يتحدث سبيك، بيضة إج، بيضة إج، صغير الطائر بيبي بيرد. طبعا مجموعة الكلمات الأخيرة بعنوان life stages، مراحل النمو life stages، life stages، بيضة إج، بيضة إج، إي جي جي، صغير الطائر بيبي بيرد، بيبي بيرد، بيبي بي اي بي واي، بيرد بي اي ار دي، طائر كبير أضلت بيرد، أضلت بيرد، أضلت ADULT، بيرد بي آي آر دي، طفل رضيع بيبي، طفل رضيع بيبي، بي اي بي واي، طفل تشيلد، طفل تشيلد، CHILD، شخص كبير أضلت، شخص كبير أضلت، ADULT. وبكده يا حبيبي نكون انتهينا من فيديو النهاردة. لو عايزين أي حاجة اكتبوا لي في كومنت، وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.